تزامنا مع وصول بلينكن للمنطقة. موقع أكسيوس يعتبر خطط واشنطن لمنع تمدد القتال قد فشلت ويحذر من نشوب حرب أكبر. ردا على نصر الله، وزير دفاع إسرائيل يتعهد بمواصلة العملية العسكرية وتوسيعها لتشمل كامل الجبهة اللبنانية. البرهان يرفض إعلان أديس أبابا الذي وقعه حمدوك مع حميدتي، ويؤكد لا صلح ولا اتفاق مع الدعم السريع. في جولتنا الإخبارية أيضا، وبعد التضييق التركي، إخوان مصر يطرقون أبواب أفغانستان بحثا عن ملاذ آمن من الملاحقات القضائية. تحية طيبة وأهلا بكم في جولة إخبارية من ساعتين، أقدمها لكم أنا حسام جبالي. بعد الضربة الأمريكية المفاجئة التي استهدفت مقرا للحشد الشعبي شرق بغداد أمس مضية بحياة قياديين في حركة النجباء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الشرطة العراقية في بابل عثرت يوم 3 يناير على صاروخ كروز من تصميم إيراني فشل في الإطلاق. وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة إكس إن استخدام الذخائر الموردة من إيران من قبل الجماعات الإرهابية داخل العراق وسوريا يعرض قوات التحالف والسكان المحليين للخطر. كما أضافت أن التحالف يقدر الجهود التي تبذلها قوات الأمن الشرعية في العراق لمنع وقوع هجمات في المستقبل. هذن المولدات هاي السيارة الأولى اللي هذا منطلق وما نفى رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية حول وجود تعاون في استهداف مقر للحشد الشعبي يوم الخميس. وصف رئيس الخلية إشارة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وجود هكذا تعاون بالخطيرة، مشددا على أن العملية نفذت دون علم من أي جهة عسكرية أو أمنية عراقية. كما شدد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي على أن الاستهداف الذي وصفه بالاعتداء يضر بمجمل العلاقة بين القوة العراقية والتحالف، ويعد تجاوزا واضحا للتفويض القانوني الذي وجد لأجله هذا التحالف. أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني أن قوات التحالف الدولي ارتكبت ما وصفها بالاعتداءات المرفوضة ضد مقر الحشد، وشدد على أن تلك الاعتداءات تتجاوز روح ونص التفويض الذي وجد التحالف الدولي هناك، مؤكدا موقف حكومة العراقية الثابت بأنها وجود القوات الدولية في العراق على حد قوله. رئيس الحكومة العراقية أكد عزم حكومته تحديد موعد لبدء الحوار مع قوات التحالف لتحديد ترتيبات إنهاء وجودها. السوداني أوضح أن الحشد الشعبي يمثل وجودا رسميا تابعا للدولة العراقية،
معتبرا إياها جزءا لا يتجزأ من القوة المسلحة، وأشار إلى أن الحكومة هي الجهة المخولة بفرض القانون وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق. نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد انتهت مبررات وجوده، وأننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهذا هو التزام لن تتراجع عنه الحكومة ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه عراقنا العزيز. أفاد مراسل الحدث باندلاع اشتباكات بين عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي في البصرة خلال مهرجان في ذكرى مقتل سليماني، مضيفا أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف. وفي سوريا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الدفاعات الجوية الأمريكية أسقطت مسيرة يرجح أن فصائل عراقية مسلحة أطلقتها لاستهداف قاعدة الشداد بريف الحسكة. وفقا للمرصد السوري، فإن القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية تعرضت في 19 من أكتوبر المنصرم ل76 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. وفي العراق، أفاد مصدر أمني باستهداف قاعدة حرير الأمريكية في محافظة أربيل بكردستان العراق بطائرة مسيرة. وقال المرصد لموقع المعلوم إن طائرة هذه الطائرة المسيرة استهدفت قاعدة حرير التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في محافظة أربيل. لمحاولة فهم كل هذه التطورات ولمزيد من التحليل، ينضم إلي الآن ضيفي من القاهرة مدير مركز الأمصار لدراسات الاستراتيجية الدكتور رائد العزاوي. دكتور رائد، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي تغطيتنا المستمرة لكامل الملفات. أبدأ معك من العلاقة ومستقبل العلاقة بين الحكومة العراقية والتحالف في خضم كل هذه التطورات اليومية. تحية تليق من مقامك الكريم أستاذ حسام، سيدات الفضليات، سادة الأفاضل، مشاهدي الحدث. هناك بلا أدنى شك إشكالية كبرى في شكل العلاقة، علاقة العراق بالولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وأيضا إشكالية تواجد القوات الأمريكية في العراق أو قوات التحالف الدولي، سميها ما شئت، في العراق. زيد على ذلك هناك إشكالية أخرى، هي إشكالية السلاح المنفلت في العراق. يعني واحدة من الأشياء التي يجب أن نقف أمامها كثيرا هو عملية ضبط السلاح. هناك قواعد معينة وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لشكل علاقتها في العراق، وأيضا العراق وضع هذه القواعد واتفق عليها. الإشكالية الكبرى أنه اللعب على توسيع قاعدة الحرب بين في غزة وتوسيع قاعدة الحرب بين إسرائيل وحماس و تجاوز خطوط الاشتباك أو خطوط الاتفاق على نقاط الاشتباك المشتركة بين كل هذه الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران أيضا على قدم المساواة،
أنا أعتقد بأن العراق اليوم بتصريح رئيس الوزراء هو تصريح مهم عندما قال بأن هناك يجب أن نضع شكل جديد لتواجد القوات الأمريكية وإيجاد شكل آخر لعلاقة العراق بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على أساس أنه أن الدولة هي صاحبة القرار في إدارة هذه العلاقة. تمام. بمعنى أنه فرض السلاح وفرض الرأي بالسلاح من قبل بعض القوى المسلحة ما المتماهية مع المشروع الإيراني، هذا أمر لن تقبله حكومة السيد محمد الشيخ. طيب. يعني يبدو دكتور أنه وضعت الإصبع على الجرح كما يقال، علاقة متشعبة، علاقة معقدة من أطراف عديدة يعني تتشكل. دعنا نحاول يعني الحديث عن طرف في هذه العلاقة. بداية، الحكومة العراقية تبدو محرجة في مختلف الأوقات، تبدو يعني تحاول الحفاظ على علاقتها مع الفصائل من جهة، وعلى علاقتها مع الولايات المتحدة من جهة. يعني الحكومة العراقية هل هي بحاجة إلى موقف أكثر حزما أم أكثر وضوحا مع الولايات المتحدة؟ شوف، خلينا نكون واضحين بشكل أو بآخر، مسألة الحالة دفع حكومة السيد السوداني باتجاه وضعها في خانة يمكن لهذه القوى المسلحة، سميها ما شئت، أن تغير شكل علاقة العراق بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا غير يعني هذا لن يعني هذا صعب جدا في هذا التوقيت. لا هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة ولا الحكومات اللاحقة، لأسباب متعددة، لأنه جزء كبير من نجاح العملية السياسية في العراق هو بوجود لاعب وفاعل أساسي الولايات المتحدة الأمريكية، على قدر المساواة طبعا إيران بلا أدنى شك كلاعب إقليمي، ولكن وجود الولايات المتحدة الأمريكية في المشهد السياسي العراقي هو أنا أعتقد جزء من عملية التوازن بين التحالفات أو بين القوى الأخرى اللاعبة بهذا المشهد. محاولة الدفع أو محاولة الضغط على حكومة السيد محمد الشيعي السوداني بأن يكون هناك إجراءات كما يعتقدها البعض من يريدون توسيع قاعدة الحرب أو قاعدة الصراع الإسرائيلي الأمريكي من جهة الإيراني وباقي القوى المسلحة الموالية لإيران، هذا أصبح تجاوزه الوقت، لأنه علاقة السيد السوداني أو علاقة الحكومة العراقية محددة وفق إطار وفق قانون وفق قرارات واضحة، ليست من صناعة حكومة السيد السوداني، هي من صناعة حكومات سابقة، حكومات السيد المالكي الأولى في 2008 و2014. عندما يقول رئيس الحكومة العراقية يؤكد عزم الحكومة على تحديد موعد لبدء حوار لتحديد الترتيبات لانتهاء وإنهاء الوجود، هل هذا كلام برأيك للاستخدام المحلي يعني المحافظة على العلاقة مع الفصائل، أم أنه قرار جدي عراقي لإنهائها؟ شكرا جزيلا. هذا السؤال إذا أجزمنا جدلا يمكن أن نقول أن كل هذه الفصائل التي يعني تحمل صفة المقاومة، خلنا نسميها كما هي ترغب أو كما هي دعت نفسها، هذه ليست كلها متجانسة، ودليلنا اليوم الصراع الحاصل بين النجباء، بين حزب الله، بين كتائب الإمام علي، صراع بين قيس الخزعلي من جهة وشبل الزيدي من جهة أخرى، وعدم توافق كل هذه القوى المسلحة في مسألة التواجد الأمريكي، هذا كله يدفعنا إلى أن هذا ليس جزما واحدا متناسقا حتى يستطيع أن يفرض رأيه على السيد رئيس الوزراء. وبالتالي السيد رئيس الوزراء يعرف جيدا بأنه هناك آليات لهذا العمل، يعني آليات محددة لشكل علاقة العراق بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأدوات وهذه الآليات هي ليست من صناعته، هي من صناعة تلك القوى المسلحة التي تدعوه اليوم إلى أن يقوم بإجراءات لإخراج القوات الأمريكية. والوقت يحتاج نحتاج إلى أن نفهم القوات المتحدة الأمريكية وجودها استراتيجي جيوستراتيجي في العراق. طيب. وليس ماذا عن العلاقة؟ أهم قاعدة عسكرية لأمريكا في العراق. للاستفادة معك دكتور، ماذا عن العلاقة بين الولايات المتحدة نفسها والفصائل؟ هل الإيراني فقط هو ضابط إيقاعها أم لا؟
لا طبعا، لا طبعا، لا ادنى شك. شوف، علاقه ايران والولايات المتحده الامريكيه، وانا قلت ولا زلت اقول انه ايران في لحظه ما لاسباب براغماتيه تستطيع ان تتخلى عن كل اذرعها ومنشاتها. اعتقد خطاب اليوم السيد حسن نصر الله يعني فيه نوع من التواهي انه لدينا مشروعنا الخاص. نعم، هو مع المشروع العراقي لدينا ايضا مشروعنا الخاص الذي نعمل به، وهكذا هو لسان حال الحوثيين، وهكذا لسان حال الميليشيات المتماهيه مع المشروع الايراني. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا بأنه ما تقوم به من إجراءات ضد من يتجاوز الخطوط ويهدد سلامة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بموافقة أمريكية، بموافقة إيرانية 100%، لا بل أكثر من ذلك، بمساعدة أمريكية في بعض النواحي للخلاص من بعض الأذرع الزائدة التي أصبحت مرهقة للمشروع الإيراني اللي هو أكبر من غزة وتحرير القدس وتحرير فلسطين وكل هذه الشعارات التي التي رفعتها الثورة من عام 79. الحقيقة دائما للحديث معك بقية، ولكن الوقت المخصص للملف قد انتهى بالفعل. حدثني من القاهرة ضيفي من هناك مدير مركز الأمصار لدراسات الاستراتيجية الدكتور رائد العزاوي. وجه سفير إيران وممثلها لدى الأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري رسالة إلى مجلس الأمن ينفي فيها علاقة بلاده بأي جماعات مسلحة سواء في العراق أو سوريا، مشددا على عدم تحملهم المسؤولية عما يمكن أن يتم أو يبادر أو يبدر من تصرفات من قبل هذه الجماعات. نتابع. إذن نتابع هذا التقرير الآن. هذن المولدات وبعد أن نفت إيران العلاقة بالميليشيات وتصرفاتها، إلا أن العودة إلى التمويل وحده يدحض هذه الادعاءات بحسب مراقبين، حيث واصلت طهران وعلى مدار عقود دعم أذرعها بالمنطقة بمليارات الدولارات بشكل سنوي. هذا الدعم الذي أضر بالعديد من بلدان المنطقة تطرق له تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حيث أشار هذا التقرير إلى أن طهران تنفق أكثر من 16 مليار دولار سنويا على حلفائها وأذرعها بالشرق الأوسط. التقرير أضاف أن نصيب الأسد من هذا المبلغ كان يوجه كدعم للرئيس السوري نفسه بشار الأسد، ذلك بأكثر من 15 مليار دولار سنويا. أما بخصوص الحليف الأبرز للجانب الإيراني في لبنان، فيدفع النظام الإيراني سنويا ما بين 700 و800 مليون دولار لحزب الله، فيما بلغ دعم إيران للميليشيات الموالية لها في العراق أي الحشد الشعبي نحو 150 مليون دولار سنويا. هذا ولم يشر التقرير لحجم الإنفاق الإيراني على الحوثيين في اليمن. لكن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات نقلت عن تقارير أمريكية أن الدعم الإيراني هذا تمثل بذخائر وصواريخ باليستية بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات بشكل سنوي. أما بخصوص الفصائل الفلسطينية، فتنال حركتي أو تنال حركتا حماس والجهاد 100 مليون دولار سنويا بحسب التقرير نفسه.
موقع أكسيوس الأمريكي قال إن خطط واشنطن لمنع تمدد القتال إلى غزة أو في غزة منعه للتمدد لمناطق أخرى فشلت. وأشار الموقع الأمريكي أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر انخراطا في الصراع وعلى نحو متزايد عسكريا ودبلوماسيا، ذلك في ثلاث بؤر ساخنة في الشرق الأوسط. واستشهد الموقع الأمريكي بإرسال واشنطن مؤخرا العشرات من السفن البحرية ومئات الطائرات المقاتلة وألاف الجنود إلى الشرق الأوسط بهدف منع الهجمات التي تنفذها الجماعات المدعومة من طهران في اليمن ولبنان والعراق. وأكد الموقع أن المخاوف تتزايد من أن التوترات المتصاعدة قد تتحول إلى حرب أكبر بكثير من توقعات الإدارة الأمريكية. بالموازاة، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22,600 قتيل منذ اندلاع الحرب، وأيضا 57,910 من الجرحى في اليوم 91 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأشارت إلى سقوط 162 شخصا في الساعات 24 الماضية. للوقوف على هذه الأرقام وآخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بعمليات القصف والتوغلات البرية، يحدثنا من دير البلح في قطاع غزة الصحفي أسامة الكهلوت. أسامة، تحية طيبة، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة، كيف هي التفاصيل من عندك؟ نعم، قبل دقائق قليلة قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في وسط دير البلح في منطقة الهكر. الآن يعني سيارات الإسعاف وصلت قبل ثواني وتنقل معها عدد من الإصابات. أول هذه الإصابات ثلاث سيدات ورجل، والآن بدأت سيارات الإسعاف أيضا بنقل باقي الإصابات من هذا البيت المستهدف في منطقة حكر الجامع وسط دير البلح. سبق هذا الاستهداف أيضا استهداف منزلا آخر أيضا وسط منطقة دير البلح في شارع أبو عريف. هذا الاستهداف خلف عدد كبير من الضحايا والإصابات، يعني متواجد عدد كبير من هذه الضحايا، ما يقارب من 5 ضحايا في الخيمة المخصصة هنا في مستشفى شهداء الأقصى. وكما تشاهد الآن سيارة الإسعاف أيضا تنقل الإصابات من المنزل المستهدف في منطقة الحكر هنا وسط دير البلح. نتحدث هنا على أن هذه المنطقة وباقي المناطق الوسطى سواء منطقة مخيم المغازي، مخيم البريج، مخيم النصرات، كل هذه المناطق اليوم تعرضت لقصف عنيف سواء بأحزمة نارية أو قصف من المدفعية الإسرائيلية أو قصف من الدبابات الإسرائيلية واستهدافات من القناصة المتواجدين على شارع صلاح الدين. يعني الآن القناصة اعتلوا عدد كبير من المنازل المحيطة في منطقة مدخل مخيم المغازي واستهدفوا المارة واستهدفوا النازحين من منطقة مخيم المغازي. يعني دعني هنا كما تشاهد هنا عملية نقل الإصابات من هذا المنزل المستهدف الآن من منطقة الحكر. هذا المنزل استهدف قبل قليل، يعني قبل دقائق معدودة. هناك كما تشاهد سيدة تخرج من هذا الإسعاف الذي نقل الإصابات من المنزل المستهدف. ولكن بالعودة إلى الحديث عما يدور في منطقة مخيم المغازي، هذا المخيم الآن أصبح محاصرا من 3 جهات وبقيت جهة واحدة متاحة من اتجاه منطقة بلدة أو قرية المصدر. هذه المنطقة وهذا الحديث يدور على على يعني على بعد أقل من 2 كيلومتر من مستشفى شهداء الأقصى. الدبابات تمركزت على مدخل مخيم المغازي، حاصرت السكان وباغتت جميع من تواجد داخل هذا المخيم، خاصة وأنه لم يتم إنذار وتهديد السكان في منطقة مخيم المغازي بالخروج والنزوح إلى منطقة جنوب قطاع غزة. من تم تحذيرهم هم سكان مخيم البريج وأجزاء من المنطقة الشمالية لمخيم النصرات، ولكن سكان مخيم المغازي كانوا آمنين داخل منازلهم. نزح عدد كبير من المنطقة الشرقية المحاذية للسياج الفاصل من مخيم المغازي، ولكن الدبابات فجأة توغلت باتجاه شارع صلاح الدين وتمركزت أمام مدخل مخيم المغازي، وبالتالي اتجاه واحد الآن باتجاه الخروج والنزوح من مخيم المغازي. والقناصة اعتلوا البنايات واستهدفوا النازحين الذين خرجوا من مخيم المغازي، عدد كبير وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى على مدار اليوم، وهناك عدد كبير لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى المشافي. اليوم أيضا وصلت رصاصات الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى شهداء الأقصى. هنا إحدى الرصاصات دخلت قسم القلب والعناية المركزة وأصابت النوافذ وكسرت النوافذ واصطدمت بأجدار، مع العلم أن هذا القسم
مكتظ بالمرضى والجرحى من جراء الاستهدافات الإسرائيلية المختلفة على المنطقة الوسطى، وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافات متواصلة سواء للمستشفى وسواء أيضا للمرة على شارع صلاح الدين. الآن لا يمكن لأي شخص أن يتحرك أو أي سيارة أن تتحرك باتجاه منطقة مستشفى شهداء الأقصى، وهذا يعرقل عملية نقل الإصابات من منطقة مخيم المغازي، خاصة أن كان هناك استهداف بالأمس لمنزل مكون من 4 طوابق لعائلة أبو هولي. هذا المنزل يعني سوي بالأرض وداخله عدد كبير من النازحين، يعني في كل ساعة يتم نقل جثامين أو ناجين أو مصابين من هذا المنزل المستهدف. يعني الوضع هنا كارثي في المنطقة الوسطى، خاصة أن دبابات منعت الحركة على شارع صلاح الدين، يعني أصبح الجميع محاصر سواء في منطقة مخيم المغازي النصيرات وفي منطقة دير بلح، لأن يعني هناك اكتظاظ كبير الآن وحالة نزوح من باقي المناطق بالنظام الابتعاد عن الدبابات الإسرائيلية على شارع صلاح الدين والتوجه إلى منطقة غرب دير البلح. ونحن نستمع أيضا إلى الطائرات المراقبة يعني تكاد لا تغادر سماء غزة. كل الشكر لك حتى الآن من قطاع غزة من دير البلح تحديدا. حدثني أسامة الكحلوت. في هذه الساعة الإخبارية ولكن بعد الفاصل. ألمانيا تحذر من أن خطر اتساع حرب غزة في الشرق الأوسط أصبح حقيقيا للغاية. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ أهلا بكم من جديد. حذرت ألمانيا من أن خطر اتساع حرب قطاع غزة في الشرق الأوسط أصبح حقيقيا للغاية. وزارة الخارجية الألمانية أوضحت أن برلين تراقب الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخارجية للسفر للشرق الأوسط لإجراء محادثات حول حرب غزة في عدد من دول المنطقة. We'll be right back.
قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قتل إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري خلال هجوم في العاصمة اللبنانية بيروت، واصفا العملية بأنها المرحلة الأكثر خطورة في الهجمات الإسرائيلية على البلاد. جاء في الشكوى التي اطلعت عليها رويترز أن إسرائيل استخدمت 6 صواريخ في الهجوم الذي أدى إلى مقتل العروري، ضيفة أن إسرائيل تستخدم المجال الجوي اللبناني لقصف سوريا. هذا فيما اتهم زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل بالتستر على خسائرها لتجنب مواجهة حرب إقليمية. أضاف أن مستوطني شمال إسرائيل هم أول من سيدفع ثمن الحرب، مشيرا إلى أن العمليات الجارية على الحدود الجنوبية تتيح فرصة تاريخية للبنان لتحرير أراضيه التي تحتلها إسرائيل. وحول اغتيال القيادي بحماس صالح العروري بالضاحية الجنوبية لبيروت، اعتبر نصر الله أن لبنان سينكشف إذا لم يتم الرد على هذه عملية الاغتيال. فحتى لا يلزم نفسه ولا يحرج نفسه بالذهاب إلى حرب يعرف أنها ستكون مكلفة جدا وخطيرة جدا وقد تؤدي إلى انفجار المنطقة كلها، هو مضطر أن يتكتم على خسائره البشرية والمادية ليتخفف من عبء مسؤولية أو مطالبة من هذا النوع. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه يجب وقف استخدام الجيش لتحقيق مكاسب سياسية. حول الوضع في الشمال أكد أن إسرائيل ستواصل العملية وستوسعها بحسب الحاجة، مضيفا أنهم يعطوا الفرصة للعمل السياسي الآن بشأن تطورات الجبهة الشمالية. وقال أثناء وجوده في الحدود الشمالية لإسرائيل، قال إن الحل السياسي هو المفضل لكن إسرائيل قريبة من التصعيد. سنواصل العملية ونوسعها لتشمل كامل الجبهة حسب الحاجة. لدينا هدف واحد واضح يتمثل في إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. هناك بديلان لهذا الأمر. الأول البديل السياسي، نعمل عليه بكل ما أوتينا من قوة. التقيت بالأمس المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، وقريبا سنلتقي بوزير الخارجية أنتوني بلينكن لمناقشة هذه الاحتمالات ومعرفة ما إذا كان من الممكن أن نتوصل إلى تفاهمات تسمح للسكان بالعودة سالمين إلى ديارهم. وفي الوقت نفسه اطلعت هنا على خطط هيئة الأركان العامة للقيادة الشمالية لاحتمال أن نضطر إلى القيام بهذا الإجراء بعد استخدام القوة والعمل العسكري في الشمال من أجل تمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم. أريد أن أقول بوضوح، نحن نفضل طريقة التسوية السياسية بالاتفاق، لكننا قريبون من النقطة التي ستنقلب فيها الساعة الرملية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم ريحان. أستاذ إبراهيم تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. برأيك في أي سياق يمكن وضع تصريحات الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهل هو مجرد استخدام محلي أم رفع لسقف التفاوض؟ أولا مساء الخير. التصريحات اللبنانية والإسرائيلية أولا ترتبط بجولة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي أمس هوكستين الذي كان يوم أمس في تل أبيب ويحاول أن يصل إلى حل ليوقف التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل. أجواء زيارة هوكستين يوم أمس لم تكن مشجعة للغاية، وإن كان لا يزال يحمل مبادرة عنوانها تثبيت الحدود البرية بين الجانبين وسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي تثبت لبنانيتها وما سوى ذلك من هذا الحل الذي يسير به. لكن الجانب الإسرائيلي لا يزال يتمسك بضرورة أن يبتعد حزب الله عن الحدود لمسافة بين 7 و10 كيلومتر، فيما حزب الله يصر على أن هدوء الجبهة يرتبط بمجريات الحرب في غزة ويربطها بوقت إطلاق النار في قطاع غزة، حالها حال الجبهات الأخرى
التي يمون عليها بين قوسين حزب الله والحرس الثوري الإيراني. الأجواء اليوم في لبنان متوترة للغاية على الحدود، وتصلب كل طرف بمواقفه رغم رفع سقف المفاوضات بينهما، يعني بالتحسين بمحاولة تحسين الشروط برفع الخطاب، إلا أن الأرجح اليوم أن يكون الجو الحرب الشاملة والواسعة أقرب منه إلى جو الحل الدبلوماسي لأمر بسيط. الأول هو أن إسرائيل تحاول ترميم صورة الردع للجيش الإسرائيلي بعد عملية 7 أكتوبر، وكذلك الأمر حزب الله يريد أن يعيد التوازن الردع الذي كان قائما قبل 8 أكتوبر، أي تاريخ فتح الجبهة الجنوبية مع الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي هناك له أهداف يحاول أن يرممها تتعلق بالردع، وحزب الله بحد ذاته لديه أهداف يحاول أن يرممها تتعلق أيضا بما يسميها الردع، والذي أصيب بضربة كبرى قبل أيام مع اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العروري في الضاحية الجنوبية. وكذلك الأمر بالنسبة للإسرائيليين، فأن استمرار حزب الله بالقيام بالعمليات على الحدود وقصف المستوطنات الشمالية يشكل أيضا مشكلة لصورة الردع. يعني هاتان الصورتان تحتاجان إلى إما تسوية سياسية خارج المألوف، وهذا مستبعد حتى الساعة، أو إلى معركة لا أحد يعلم مداها ولا كم تستمر وماذا ستكون نتائجها، تفضي إلى إعادة الهدوء. لكن حتى الساعة نحن أقرب إلى التوتر والتوسع المواجهة منه من الحل الدبلوماسي. ولكن يعني بالعودة إلى التصريحات، يعني إن وضعناها جانبا، هل المعلومات على الأرض، التصعيد على الأرض أو العمليات العسكرية عمليا، هل هناك إمكانية لانزلاق إلى حرب؟ أولا علينا أن نستدرك ما قاله أمين عام حزب الله اليوم عن عملية الرد على اغتيال صالح العروري، وقال إنها رهن الميدان، وقال لن نستخدم عبارة الزمان والمكان المناسبين، وهذا يعني أنها ستكون يعني في القريب العاجل، في أول فرصة يستطيع أن يرد على اغتيال العروري سيرد. وأيضا يعني المرجح والتقديرات أن هذا الرد سيكون خارج عن قواعد الاشتباك التي نشاهدها اليوم، وهذا قد يجر ردة فعل إسرائيلية قد تكون أقصى من العملية وهلما جر، وهذا ما يصبح ككرة الثلج التي تكبر شيئا فشيئا. يعني اليوم الأمور مرتبطة، يعني إن قام حزب الله مثلا بقصف مدينة حيفا على سبيل المثال، فردت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية أو العمق اللبناني، ستتدحرج كرة النار أو كرة الثلج إلى مواجهة أوسع وأوسع، لأن هناك غياب تام للحلول. يعني ليس هناك سوى تمنيات أمريكية وفرنسية وأوروبية على الجانبين لضرورة ضبط النفس من دون تقديم أي حل واضح لما يحصل على وهم الحدود. يدفعنا كذلك إلى الأمر تصلب كلا الطرفين. الوضع في لبنان، يعني حزب الله في أكثر من مرة أكد أنه لبنان غير قادر اقتصاديا أقله على خوض هذه الحرب. هل سيخاطر حزب الله بجر لبنان إلى هكذا كارثة؟ إذا ركزنا في كلام نصر الله اليوم، كان يتحدث عن المخاطر ودرء المفاسد والمخاطر التي تدرء مخاطر أكبر. يعني هو قال نحن تدخلنا في 8 من تشرين الأول أكتوبر لندرء الخطر الأكبر الذي يتمثل بحرب إسرائيلية على لبنان على حد تعبيره. يعني بكرة في المقبل الأيام قد يرد على عملية اغتيال العروري بطريقة قاسية ليقول إنه يريد أن يدرء خطر بين قوسين لإعادة الاغتيال. هو قال انكشاف لبنان، وهذا قد يجرر الدفاع الإسرائيلية انكشاف، يعني بانكشاف لبنان أن يتحول لبنان إلى ساحة مفتوحة كما هو الحال في سوريا، حيث يدخل الطيران الإسرائيلي متى شاء ويقصف أينما شاء ويقتل من يشاء. هو لا يريد أن يصبح لبنان كهذا لعدة اعتبارات. أولا أن كل قيادات الصف الأول الفلسطينية من حركتي الجهاد وحماس أغلبهم يقيم في لبنان. كذلك الأمر هو يريد أن يحمي قيادات حزب الله على المستوى السياسي والعسكري. يعني هو اليوم هو أمام أزمة حماية وجود، والإسرائيليون يقولون إن ما يحصل على الحدود اللبنانية وحربهم هي حرب وجود. غانتس وصفها قبل يومين بأنها حرب وجودية، حرب البقاء الثانية كما وصفها الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس. واليوم نصر الله يتحدث أنه لا يريد أن يصبح لبنان مكشوفا، وهو يتحدث عن وجوده كحزب وك
كيان موجود على لبنان. يعني أنت اليوم أمام طرفين يواجهان كل منهما حربا وجودية على حد ما يعتقد. ولعله أيضا بالفعل يعني شهدنا اغتيال مسؤول منطقة الناقورة في الجنوب قبل يومين، لعلها أيضا من إرهاصات ما تتحدث عنه أستاذ إبراهيم. كل الشكر لك، كان معي من بيروت ضيفي من هناك الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، شكرا جزيلا لك. إلى الملف السوداني، حيث رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا تم توقيعه بين قوات الدعم السريع وجماعات سياسية تعهد بمواصلة الحرب المستمرة منذ 9 أشهر، ذلك في خطاب ألقاه أمام القوات في مدينة جبت بولاية البحر الأحمر شرق السودان. هذا وشن البرهان هجوما عنيفا على حمتي واصفا إياه بالجبان متعهدا بقتال قواته حتى تنتهي أو ينتهي هو، كما أغلق الباب بوجه دعوات رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عبد الله حمدوك للقاء، منتقدا أيضا الموقعين أو كل من كانوا في ذلك الموقع حيث قاموا بالإمضاء على إعلان أديس أبابا. وأخواننا السياسيين اللي مش عملوا معاهم اتفاق، احنا بقول لهم انتوا غلطتوا، انتوا بتعملوا اتفاق مع جهة متمردة ومع جهة احنا بنعدها خارج القانون والعالم بنعدها قوات إرهابية وقوات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، تمشي تعملوا معاهم اتفاق وتجيبوا لنا ان احنا ثاني هنا؟ الاتفاق اللي عملوه بالنسبه لنا غير مقبول ولا عندنا به شغله. كقوة سياسيه نحن بنرحب بانه نتكلم معاكم ونحاور معاكم مثل القوى السياسيه الاخرى، تعالوا لنا هنا في السودان في بور السودان دي. أعلنت الحكومة الإثيوبية دخول سد النهضة مرحلته النهائية وهي المقررة العام المقبل، وفشلت جولة المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر في 19 ديسمبر العام الماضي في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة. في خطوة اعتبرتها القاهرة تصعيدا جديدا، أعلنت إثيوبيا اتخاذ إجراء جديد بشأن سد النهضة يمهد لبدء الملء الخامس. صور فضائية كشفت عدم عمل توربينين في السد منذ 16 سبتمبر وفشلهما في ضخ المياه التي تمر أعلى المجرى الأوسط، ما اضطر إثيوبيا إلى فتح البوابتين الشرقية والغربية لتتدفق المياه أعلى الممر الأوسط قبل أن تتوقف تماما في منتصف ديسمبر الماضي. سد النهضة يتكون من سد رئيسي خرساني على مجرى النيل الأزرق وبيتين لتوليد الطاقة يحتويان على توربينات لإنتاج الكهرباء على جانبي النهر وثلاث قنوات لتصريف المياه والتحكم في منسوب بحيرة التخزين. وتكمن أهمية تشغيل توربينات السد في أنها ستعيد ضخ المياه الفائضة في اتجاه السودان ومصر. الأخبار جاءت بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة التي دارت حول ضرورة إخطار القاهرة من قبل أديس أبابا بحجم الملء السنوي مع التعهد بتشغيل كل توربينات السد. الخطوة الإثيوبية تأتي رغم إعلان وزير المياه والطاقة الإثيوبي في سبتمبر الماضي أن بلاده تعتزم تركيب وتشغيل 5 توربينات أخرى على سد النهضة. إذن كواليس مفاوضات سد النهضة الأخيرة تكشف عن خلافات جوهرية جديدة بين مفاوضي مصر وأثيوبيا. هذه الخلافات وضعت نهاية لمسار المفاوضات التي خاضتها مصر وأثيوبيا والسودان أيضا عبر 4 جولات منذ شهر أغسطس الماضي. هذه الخلافات تركزت حول قيام مصر بتنفيذ مشروعات تنموية على نهر النيل دون مشاورة دول الحوض، والخلاف بشأن تعريف فترات الجفاف. أعضاء وفد التفاوض المصري على غير عادة ظهروا في لقاءات تلفزيونية للحديث عن نقاط الخلاف مع الجانب الأثيوبي، وقال عضو الوفد المصري علاء ظواهري إن إثيوبيا أبلغت مصر بتحفظها على تنفيذ عدد من المشاريع دون التشاور مع دول الحوض. قائمة أيضا التحفظات الإثيوبية تضمنت هذه القائمة هناك لمشاريع زراعية، بناء للعاصمة الإدارية الجديدة ونفق الشهيد أحمد حمدي وتجديد القناطر. وبحسب أستاذ الجيولوجيا
والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي فإنه لا يحق لإثيوبيا الاعتراض على المشاريع المصرية الموجودة على نهر النيل. شراقي أوضح في تصريحات للشرق الأوسط أن مصر هي آخر دول النهر المطل والذي يصب في البحر المتوسط، وبالتالي لن يتضرر أحد من هذه المشروعات التي تقيمها على نهر النيل. ويرى المفاوضون المصريون أن الجانب الإثيوبي يسعى دوما لإثارة قضايا فرعية لإشغالهم عن القضية الجوهرية، وهي بناء السد وآلية العمل على هذا السد. قضية تعريف فترات الجفاف بدورها التي تطالب مصر بتحديدها عند حاجز 40 مليار متر مكعب، في حين تسعى إثيوبيا لتخفيض الرقم إلى 30 مليار فقط. ومن الصعب على مصر القبول بهذه الكمية، خصوصا أن الملأ الإثيوبي الأحادي بطبيعة الحال من جانب واحد لسد النهضة حدث في فترات الوفرة أصلا. ويصف المفاوضون المصريون التعنت الإثيوبي هذا لأنه محاولة لما وصف بأنه شيطنة مصر وإظهارها كأنها ترفض تحقيق التنمية للدول الأفريقية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من القاهرة الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة. دكتور، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. هل برأيك ستنتهي المشكلة مع دخول السد في مرحلته الأخيرة، أم سيبقى الجدل قائما على آلية العمل؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. والحقيقة الاتفاق ضروري للغاية حتى لو انتهى التخزين في سد النهضة، لأن الاتفاق سوف ينظم عملية الملء والتشغيل في السنوات القادمة، لأن هذا هو حال سد النهضة، أن يملأ في سنوات المطر ثم يبدأ في التفريغ لتشغيل توربينات وتوليد كهرباء أيضا في سنوات الجفاف. الوصول إلى اتفاق في سد النهضة أيضا ضروري للغاية، لأن إثيوبيا تشرع في بناء سدود أخرى مثل سد النهضة، فإذا كان هناك اتفاق لسد النهضة فمؤكد سوف يكون هناك اتفاقات أخرى للسدود القادمة. أما إذا استمر الوضع كما هو الآن بفرض الأمر الواقع وينتهي سد النهضة بدون اتفاق، معنى ذلك أن السدود القادمة سوف تتم بنفس الطريقة، ولذلك فالاتفاق ضروري للغاية لكي ينظم السنوات القادمة. طيب، إن لم يحدث الاتفاق دكتور، يعني هذا السيناريو يبدو مرتقبا، ما هي الحلول المصرية؟ إذا لم يحدث اتفاق في سد النهضة هتكون هناك مشكلة كبيرة للغاية، والأمر سوف يختلف تماما إذا شرعت إثيوبيا في بناء سد آخر، وخصوصا هناك ثلاث سدود كبرى في مستوى سد النهضة. فإذا بدأت إثيوبيا في تنفيذ أي سد منهم بدون اتفاق كما حصل في سد النهضة، فمصر الآن غير مصر سنة 2011، وبالتالي مصر لن تقبل والموقف المصري سوف يكون مختلف تماما عما كان في 2011، لأن في 2011 كان بسبب هل نتخطى السياسة دكتور؟ بالداخل، يعني هل تتحدث عن تخطي مصر للمستوى السياسي؟ هو مصر ملتزمة بالمستوى السياسي، ولكن إذا إثيوبيا فرضت علينا هذا الشيء بانتهاء سد النهضة بفرض سياسة الأمر الواقع وبدء سدود كبرى زي سد النهضة، فهذا يبقى بالفعل إثيوبيا هي اللي فرضت علينا الطرق الأخرى. طيب، يعني ما الموضوع تم يا دكتور، المرحلة الأولى كان هناك تهديدات، ومن بعد المرحلة الثانية كان هناك تصعيد وتحذيرات، اليوم مرحلة نهائية،
متى برأيك سيتكشف الموقف الحقيقي لمصر؟ متى سيدق ناقوس الخطر في مصر؟ هل هناك يعني تلمستم من وجهة نظر متخصص انخفاض في مستوى نهر النيل؟ هل الآن مصر يعني أمام تهديد وجودي وحرب المياه قد اندلعت؟ ما هي حقيقة الموقف دكتور؟ هو الحقيقة يعني حتى الآن مصر متمسكة بالحل السلمي. إثيوبيا دولة شقيقة موجودة في حوض النيل. لا ننسى أبدا أن مياه النيل التي نشربها الآن ونستخدمها في الزراعة بتأتي معظمها من إثيوبيا، فهذا شيء نتذكره دائما. وفي السنوات الماضية تحملت مصر الكثير من الأضرار سد النهضة في كل التخزينات الأربعة، كل المياه التي تخزن في إثيوبيا هي خصما من الإيراد المائي لمصر. ولكن مصر استطاعت بفضل وجود السد العالي في مصر مع بعض المشروعات التي قامت بها الدولة مؤخرا في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجتها واستخدامها وتكلفة كبيرة للغاية، مصر استطاعت أن تمنع وصول الضرر إلى المواطن المصري. ولكن هذا لن يستمر طويلا إذا شرعت إثيوبيا في بناء سدود أخرى. فإذا مصر يعني التزمت بضبط النفس والهدوء إلى حد كبير بسبب وجود السد العالي مع التكلفة الكبيرة. طيب. ولكن هذا لن يستمر طويلا، كما أعلنت الحكومة المصرية أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة حدوث ضرر، وهنا الضرر واقع بالفعل. ولكن إذا كان الضرر لا تستطيع الحكومة منعه من الوصول إلى المواطن فالأمر سوف يختلف. طيب، بالأمس دكتور كان معي الأستاذة أمان الطويل المتخصصة بالشأن الأفريقي، كان هناك يعني موقف واضح بعدوانية التصرفات الإثيوبية، شرحت أن لها مآرب، مآرب توسعية، مآرب لي يعني يكون لها دور أكبر أو حجم أكبر في المنطقة. يعني في ضوء هذه المعلومات وهذه الحقائق، هل يتغير التفاوض؟ هو الحقيقة يعني الموقف الإثيوبي بالتعنت الحالي هو موقف سياسي بالدرجة الأولى، لأن إثيوبيا دولة فقيرة، دولة فيها مشاكل كبيرة للغاية. من مصلحة الحكومة الإثيوبية أن يستمر التوتر على سد النهضة، لأن الحكومة الآن بتجمع الشعب الإثيوبي حول خطر خارجي، وهي كما تروج الحكومة الإثيوبية لذلك أن مصر يعني هي خطر على إثيوبيا لأنها تريد منع بناء سد النهضة أو التنمية في إثيوبيا، وهذا غير صحيح. ولكن هذا ما يصدر للإثيوبيين، وبالتالي إثيوبيا بما فيها من جماعات عرقية مختلفة الآن متحدة مع الحكومة الإثيوبية بسبب وجود مشكلة دولية خارج الحدود الإثيوبية مع مصر، وبالتالي من مصلحة الحكومة أن يستمر هذا التوتر إلى أكبر في فترة زمنية ممكنة. ثانية دكتور، لأن أيضا سد برأيك هل المفاوضات كانت مجرد شراء للوقت؟ 30 ثانية. هي بالفعل إثيوبيا يعني باستمرار المفاوضات إنها لأنها أنجزت الآن كل التخزينات، والتخزين الأخير سوف يكون في الشهور القادمة في الصيف القادم. نعم. وبالتالي تبقى إثيوبيا ارتاحت تماما من نعم. موضوع المفاوضات في قواعد للملء. كل الشكر لك دكتور على هذه المعلومات. كان معي من القاهرة ضيفي من هناك عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة. شكرا جزيلا لك دكتور مرة جديدة. بهذا نصل بكم إلى ختام ساعتنا الأولى، دقائق قليلة ونكون معكم في ساعتنا الثانية من الجولة. إلى اللقاء. الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الأخبار وتابع الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب،
العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. ليلة ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات، بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأضياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 5:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر، هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. تزامناً مع وصول بلينكين للمنطقة، موقع أكسيوس يعتبر خطط واشنطن لمنع تمدد القتال قد فشلت، ويحذر من نشوب حرب أكبر. رداً على نصر الله، وزير دفاع إسرائيل يتعهد بمواصلة العملية العسكرية وتوسيعها لتشمل كامل الجبهة اللبنانية. البرهان يرفض إعلان أديس أبابا الذي وقعه حمدوك مع حميدتي، ويؤكد لا صلح ولا اتفاق مع الدعم السريع. وبعد التضييق التركي، إخوان مصر
يطرقون أبواب أفغانستان بحثاً عن ملاذ آمن من الملاحقات القضائية. أهلا بكم في ساعتنا الثانية من هذه الجولة. أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الأولوية الحالية هي لوقف الهجمات الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية، ذلك ردا على ما يجري تداوله في إسرائيل حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب الحالية. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن أي مخططات تتجاوز الأفق السياسي والقائم على الشرعية الدولية مبادرة السلام العربية وأنهاء الاحتلال ومنظمة التحرير فهي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا. بدوره رد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة على مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وتصوراته لمستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ووصفها بالمرفوضة ولا قيمة لها. وأضاف في مقابلة مع الحدث إن المقترحات الإسرائيلية والأمريكية بشأن مستقبل القطاع لا يمكن القبول بها. يعني هم الأمريكان تحدثوا في ذلك في أكثر من مرة، لكن في كل مرة كانوا يسمعون منا أن مرحلة ما بعد العدوان ليست أولوية الآن، سنجد لها حلا والحل موجود، الأهم الآن أن يتوقف العدوان حتى نتحدث ما بعد العدوان. العدوان يتواصل، وكما قلت وذكرتم على لساني لم يبقى في غزة شيء حتى يحكم، بقي القليل ونريد أن نعيد له الحياة ونريد أن نلملم جراحات غزة ونريد أن نعيد بناء غزة. إذن السيناريو الإسرائيلي لمرحلة ما بعد الحرب في غزة تتمناه إسرائيل بدون سيطرة لحماس على القطاع، مع احتفاظ إسرائيل بحرية تنفيذ عمليات عسكرية وفق رؤية وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. الوزير الذي قال في بيان للوزير وهو حول ملامح المرحلة المقبلة من الحرب، قال إن إسرائيل تعتزم اتباع نهج قتالي جديد شمال قطاع غزة والاستمرار أيضا في ملاحقة قيادات حماس فيما سماه جالانت انتقالا إلى المرحلة الثالثة من الحرب. ستشمل العمليات وفق جالانت مداهمات، وتشمل أيضا هدما للأنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة، دون أن يأتي على ذكر تفاصيل الجدول الزمني للانتقال لهذه المراحل، مكتفيا بالقول أنها ستستمر طالما اعتبرتها إسرائيل ضرورية. واليوم التالي أو مرحلة ما بعد الحرب في غزة ليس جديدا على طاولة الحوار وطاولة مجلس الحرب الإسرائيلي تحديدا، لكنها المرة الأولى التي تكشف فيها تفاصيل الخطط الإسرائيلية لتلك المرحلة. فإلى جانب احتفاظ إسرائيل بالحرية لتنفيذ العمليات ومسألة سيطرة حماس، أضاف أيضا جالانت أن إسرائيل لن تكون مسؤولة عن المدنيين في غزة لأنهم فلسطينيون، وبالتالي يجب أن تدير شؤونهم هيئات فلسطينية. كما شدد على ضرورة إنشاء آلية متعددة الأقطاب للحكم المدني داخل قطاع غزة، الحصول على الغذاء، الحصول على الدواء، الحصول على كل الخدمات الأساسية للبشر، لا نوم، لا أغطية، لا يعني لا وسائل، لا توجد إدارة حتى لتنظيم حياة الناس المشردين من بيوتهم في مراكز إيواء، ومراكز الإيواء لا تصلها المواد الكافية يعني إيصالها إلى أمام حجم المعاناة اليوم. أمام حجم المعاناة الذي تتحدث عنه، ليس هناك مخرج أمام هذه الأزمة، من يتحمل المسؤولية برأيك؟ الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن كل الأزمة، كل ما يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 اليوم مسؤول عنه إسرائيل هي التي تحتل
الأرض وتحتل يعني المجال العام وتهيمن على الشعب الفلسطيني من خلال منظومة تحكم وسيطرة استعمارية عميقة الأثر على كل أشكال الحياة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس أيضا. الفلسطيني يعيش في سلسلة لا يستطيع أن يخطط ليوم واحد على الأقل ليوم واحد مستقبلا، لا يستطيع أن يتحدث عن زيارة، لا يستطيع أن يتحدث عن طيب وصول. ماذا عن فرص الحل؟ كل هذه جزء من المنظومة الاستعمارية، وهي التي تؤدي إلى انفجارات متواصلة، وهي السبب في حدوث هذا ما نراه اليوم. ومتستمر إسرائيل في هذه المنظومة بدعم عميق جدا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأوروبية، وللأسف الشديد يعني يتحدثون عن الجوانب الإنسانية ويعني يتناسون السبب الرئيسي في هذا البعد الإنساني. هذا البعد الإنساني سببه الاحتلال، مواصلة إسرائيل تعميق الاحتلال، رفض إسرائيل لأي منطق يبعدها عن الاحتلال حتى فيما يتعلق باليوم التالي لقطاع غزة. البعد الرئيسي أو العنصر الرئيسي الذي تتحدث عنه في إسرائيل في المداولات التي تمت مساء أمس كان هو السيطرة العسكرية الكاملة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، السيطرة الأمنية، ولا وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة. يعني يرفضون الاستيطان ويستمرون في السيطرة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة بالكامل، وبالتالي يعني إسرائيل هي المسؤولة. حتى وإن كان هناك إدارة سيئة فلسطينية من أي جانب، هذا لا يعني أنها تتحمل مسؤولية عن أوضاع الشعب الفلسطيني. أوضاع الشعب الفلسطيني يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي بأكمله والاحتلال الإسرائيلي بشكل رئيسي. كل الشكر لك دائما على هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي من رام الله المحلل السياسي الأستاذ محمد هواش. نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلات لما قال أنها أنفاق عثر عليها في قطاع غزة وبداخلها أسلحة تابعة لحركة حماس. في هذه الجولة أيضا، ولكن بعد الفاصل. تشكيل جهاز لأمن الدولة وقوات لمكافحة الإرهاب في اليمن. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟
شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ أهلا بكم من جديد. أكدت شركة الشحن الفرنسية CMAGM أكدت أنها لم تغير خططها المعلنة الشهر الماضي لرفع عدد السفن العابرة لقناة السويس تدريجيا، على خلاف شركة ميرسك الدنماركية التي قالت أنها ستغير مسار جميع السفن من البحر الأحمر لطريق رأس الرجاء الصالح، في ظل الهجمات التي ينفذها الحوثيون اليمنيون تضامنا مع قطاع غزة بحسب الرواية الحوثية. وفي اليمن قال مجلس القيادة الرئاسي إن إرهاب ميليشيا الحوثي المتصاعد في البحر الأحمر يأتي نتيجة لتخلي المجتمع الدولي عن واجباته منذ سنوات. حمل المجلس في بيان له ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن العواقب الناجمة عن الهجمات ضد سفن الشحن التجارية. تصريحات مجلس الحكم اليمني جاءت غداة تحذيرات من مجلس الأمن الدولي وأخرى أصدرتها 12 دولة بقيادة واشنطن، تدعو الجماعات الموالية لإيران للتوقف الفوري عن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر. وفق بيانات أمريكية نفذت ميليشيا الحوثي نحو 25 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر خلال أكثر من شهرين، ما جعل كبريات شركات الشحن تتجنب البحر الأحمر باتجاه طريق الرجاء الصالح. أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عن قرار جديد يهدف إلى توحيد جهود الأجهزة الأمنية وتعزيز الجبهات الداخلية ومكافحة الإرهاب. فقد أقر المجلس الرئاسي إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة تتوحد فيه جميع أجهزة الاستخبارات لكافة القوات العسكرية والأمنية، إلى جانب جهاز أمني متخصص في مكافحة الإرهاب. كما أن الجهاز الجديد سيكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع له في محافظات اليمن. ويتبع هذا الجهاز رئيس المجلس للقيادة الرئاسي، ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ
كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها، يتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي. إذن مشاهدينا، وبعد سنوات من تداخل الصلاحيات وتضارب الاختصاصات بين أجهزة الأمن اليمنية كافة، صدرت قرارات رئاسية بإعادة هيكلة هذه الأجهزة. القرار الأول والأبرز الذي أصدره رئيس مجلس الرئاسي اليمني قضى بإنشاء جهاز أمني موحد تحت مسمى الجهاز المركزي لأمن الدولة. ووفقا لهذا القرار يدمج جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخباراتية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار الجهاز الجديد. هذا القرار ينص على أن يكون الجهاز المستحدث تابع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، والمقر هو في العاصمة عدن، كما ينص أيضا على تكليف رئيسي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج بإعداد خطة تنفيذية وهي مزمنة لإنهاء أعمال، أي بإطار زمني لإنهاء أعمال الدمج خلال مدة أقصاها 6 أشهر. القرار وفق محللين من شأنه أن ينهي حقبة التضارب بين الاختصاصات وبين أجهزة الأمن السابقة تحديدا، والذي أدى خلال تلك الفترة إلى عدد من المشاكل وخلل شامل في أجهزة الدولة. وينتظر أيضا من قرار الدمج هذا إعادة هيبة المؤسسة الأمنية والحد من حالة الفوضى والانفلات الأمني في المحافظات اليمنية المحررة، وكذلك ضبط المتورطين في الأعمال الإرهابية وتقديمهم للعدالة. وبالتماشي مع هذا الموضوع وهذه الجهود تحديدا، صدر قرار آخر بإنشاء جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب، تعيين أيضا اللواء شلال علي شايع رئيسا له، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا. الجهاز كلف بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الأولويات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من القاهرة المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. دكتور عبد الملك، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث في هذه التغطية المستمرة للملف اليمني. بداية نسأل عن الدلالة الزمنية لهذه الخطوة، هل جاءت متأخرة بحسب تقديرات البعض، وكيف ستنعكس على ازدهار الملف الأمني في اليمن؟ تحية وتقدير لك أخي أستاذ صهيب والمشاهدين الكرام. بداية الدلالات الزمنية لهذا القرار الذي جاء بعد اجتماع مجلس القيادة الرئاسي والذي ناقش فيه أعمال اللجنة الأمنية العليا واتخذ هذه القرارات، وهناك قرارات أخرى أعتقد أنها ستكون في الطريق تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وهذه القرارات هي ثمرة جهود لشهور طويلة، لأنه كان هنالك أوضاع وتعقيدات كبيرة في طريق توحيد المؤسسة الأمنية. المؤسسة الأمنية الأجهزة الاستخباراتية هي عصب أي أجهزة أمنية لنجاح وفي ظل كان هنالك تعقيدات كثيرة للأمانة، لا يلام الإخوة في اللجنة الأمنية في
في التأخر الذي حصل، ولكن نعرف أن حكمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي في إدارة الملفات وتعقيداتها أوصلت المسألة إلى أنه اليوم نتحدث عن عصب الأجهزة الأمنية المتمثل في الأجهزة الاستخباراتية اليوم موحدة بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعد اجتماع من مجلس القيادة الرئاسي أنشئ فيه الجهاز المركزي لأمن الدولة، يضم الجهاز الأمن السياسي والأمن القومي والأجهزة الاستخباراتية التابعة للكيانات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي. الأمر المهم أنه فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي منذ قدومه إلى السلطة كان واضحا في خطابه وكان واضحا في توجهاته أن الاهتمام ببنيوية الدولة، الاهتمام بتعزيز المؤسسة الأمنية وتعزيز المؤسسة العسكرية وقبلها تعزيز سلطة القانون من خلال إصلاح القضاء. ولا ننسى أن فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي كان من أولى خطواته في عدن إصلاح جهاز القضاء، والذي كان من أولى الإنجازات التي إنجزها فخامة الرئيس الدكتور رشيد العليمي. واليوم ونحن نتحدث عن جهاز الأمن القومي، الجهاز المركزي للأمن القومي، نجد فيه نصا صريحا على حماية الحريات وحماية الدستور والقانون ليكون أداة لإيصال المتهمين في قضايا تخص أمن الدولة وتخص الإرهاب لينالوا جزائهم العادل عبر القضاء. هناك قرارا مهما صدر هذا الأسبوع من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإجماع من مجلس القيادة الرئاسي أيضا، وهو إنشاء الجهاز الأمن الجهاز المركزي للأمن الوطني وتكليف اللواء صالح المقالح رئيسا للجهاز مع تكليف رئيس جهاز الأمن السياسي والأمن القومي بعمليات الدمج خلال 6 أشهر بالارتباط مع مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. أعتقد أن هذا القرار مع دلالة الشخصية اللواء صالح المقالح تكنوقراط عالي المهنية، عالي التدريب، عالي الكفاءة، نعرفه جيدا حتى قبل الحرب من الشخصيات العسكرية الفذة، يمكن أن يعول عليه كثيرا في الوصول بهذا الجهاز، لأنه القرارات بدون قيادة فاعلة لا تجد مداها. أيضا هنالك إنشاء لجهاز مكافحة الإرهاب وهو يتبع رئيس اللجنة الأمنية، واللواء شلال علي شارع له تاريخ ممتاز جدا في مكافحة الإرهاب وفي إدارة الملفات، وبالتالي اليوم نتحدث عن نقلة نوعية في الملفات الأمنية أيضا لها دلالات أخرى أن هنالك عمل في اللجنة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وهي أمور أسرى لا دكتور لا. قد يعتقد البعض هنالك في السوشيال ميديا بعض الخلط أن هنالك عجز عسكري، ونحن نطمئن الناس أن المؤسسة العسكرية بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة أنجزت إنجازات غير مسبوقة لمواجهة أي استحقاقات، إما حماية الاتفاقات السياسية التي تذهب إليها البلد أو الذهاب إلى الخيارات الأخرى، وهنالك جاهزية كبيرة تماما. الرجل الرئيس الدكتور رشاد العليمي رجل دولة يعرف الإنجاز. نعم. يعني كيف بداية يمكن التمييز بين القرارين؟ وفيما يتعلق بجزئية مكافحة الإرهاب، هل القرار هو معني وموجه للداخل أم للخارج؟ شوف أستاذ صهيب حسام، الجهاز المركزي للأمن القومي هنالك أستاذ حسام أعتذر، هنا الجهاز المركزي للأمن القومي هنالك عمليات داخلية تتعلق بالعمليات الداخلية، وهنالك عمليات خارجية مهمة جدا، وهو جزء من الجهاز الأمن الخارجي، هو جزء من الجهاز الأمن القومي ويتبع جهاز الجهاز المركزي للأمن القومي، وبالتالي هي عمليات خارجية تتعلق بتنسيق التعاون الاستخباراتي مع الدول التي بين اليمن وبينها اتفاقيات أمنية واتفاقيات استخباراتية، وعمليات داخلية تتعلق بضبط الحالة الأمنية، برصد الحالة الأمنية، بالعمليات الاستخباراتية المتعلقة بالحالة الأمنية. الجهاز المركزي للأمن القومي هو الرابط الفعلي لتنفيذ القانون مع القضاء وإيصال المتهمين بخرق الأمن القومي وقضايا الإرهاب إلى القضاء لينالوا جزاهم العادل. الجهاز مكافحة الإرهاب هو الجهاز التنفيذي للقيام بالعمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب، بالقبض على المطلوبين، بمتابعتهم، بملاحقتهم، برصد الإرهاب. وبالتالي هنالك وضوح جدا في مسألة اللائحة التنفيذية للجهازين دون أي تداخل في الاختصاصات، هو تكامل وتناغم في مستويين تنظيميين معينين في مسألة الإدارة الأمنية تفضي في الأخير لمكافحة الإرهاب، لمكافحة الفوضى، للحصول قيادة الدولة الحصول على المعلومات المهمة التي تفضي لاتخاذ القرارات المناسبة. كل الشكر لك دائما دكتور على هذه المعلومات والإيضاحات. كان معي ضيفي من القاهرة المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي.
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أعضائها إلى تنفيذ حركات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح صحفيين اعتقلتهم السلطة. وطالبت النقابة بالمشاركة بكثافة في الوقفة التي تنظمها نهار الأربعاء المقبل أمام قصر العدالة بالعاصمة، إلى جانب حمل الشارة الحمراء للمطالبة بإنهاء العمل بالتشريعات التي ترى أنها معادية لحرية الإعلام والتعبير. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 160 مهاجرا من بوركينا فاسو غادروا تونس الخميس متجهين نحو بلدهم، وقالت إنهم غادروا بشكل طوعي. أضافت المنظمة أنها سهلت رجوع هؤلاء المهاجرين غير النظاميين عبر رحلة جوية مستأجرة من تونس، ذلك بعد أن تقطعت بهم السبل في منطقتي العامرة وجبيبناية بمحافظة صفاقس شرق البلاد. بعد التضييق عليه في تركيا وعدد من الدول الأوروبية، يبحث تنظيم الإخوان عن ملاذ لقياداته وعناصره واستثماراته أيضا ليكون محطة بث لأجندته في المنطقة. آخر ما رصد في هذا الصدد كان زيارة وفد مشترك من تنظيم الإخوان وما يسمى بالاتحاد العالمي للإخوان إلى أفغانستان، حيث التقى الوفد وزراء الدفاع والداخلية والخارجية وعدد من القيادات بحركة طالبان. تقارير أوضحت أن هذا الوفد بحث ترتيب ملذات جديدة لقادة ولعناصر الإخوان الملاحقين أمنيا في أفغانستان. كما أضافت التقارير أن الوفد تطرق لنقل استثمارات الإخوان لأفغانستان والتعاون الاقتصادي مع حركة طالبان. مراقبون للمشهد الأفغاني أوضحوا أن تنظيم الإخوان تراجع عن إرسال وفد لكابل لتهنئة طالبان فور توليها الحكم، لكن التضييق الذي عانى منه التنظيم في مناطق مختلفة وعواصم وعدد من العواصم الأوروبية دفعه للتفكير مليا بنقل بعض استثماراته إلى هذه الدولة. كما أشار المراقبون إلى سعي تنظيم الإخوان للحصول على موافقة حركة طالبان لإطلاق قناة تلفزيونية إخوانية من كابل تهدف للترويج لنظام حكم طالبان ضمن أوساط المتعاطفين مع الإخوان بالمنطقة العربية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من القاهرة الأستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. أستاذ ماهر تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. برأيك حية طيبة، أهلا وسهلا دكتور. برأيك ما حجم المشكلة التي يعاني منها تنظيم الإخوان ليضطر للبحث عن حلول في أفغانستان؟ بداية تحية طيبة للحدث ولسيادتك وللسادة المشاهدين. أريد أن أؤكد على أن هذه الزيارات توالت كثيرا، يعني ليست هذه الزيارة الأولى لوفد إخواني. أولا هذه الزيارة لوفد اتحاد علماء المسلمين بقيادة محمد الصغير وعلي قرة داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من قبل، كان يوم 23 يناير عام 23. كان هناك وفد آخر ذهب أيضا بقيادة علي الصلابي وبقيادة ولد الددو أيضا لمقابلة قادة طالبان. في منتصف العام الماضي هناك وفد من جمعية المعونة، وهي موجودة جمعية إخوانية موجودة في لندن، زارت أيضا كابول للالتقاء بوفد قادة طالبان لعملية افتتاح أفرع جديدة للجمعية في دغمان وفي بعض الولايات الأخرى في أفغانستان. في الحقيقة هذه الوفود المتوالية وآخر هذا الوفد، وفد اتحاد العلماء المسلمين، يجب أن نفرق ما بينها وبين فرع التنظيم المصري، يعني دائما بيحدث خلط.
هذه الوفود هي وفود للتنظيم العالمي لإخوان المسلمين. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو إحدى أو أحد مؤسسات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، موجود في الدوحة، ينفذ أجندة معينة خاصة بالتنظيم الدولي، وله تقاطعات كثيرة جدا. قد تكون هذه التقاطعات مع النظام في الدوحة أو تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها يعني. فهذه التقاطعات عبارة عن حركية إخوانية وتوسع إخواني عن طريق التنظيم العالمي لافتتاح مؤسسات وافتتاح شركات وافتتاح مصالح إخوانية أخرى، لكن لا علاقة لها بالتنظيم الفرع المصري تحديدا. طيب. التقرير أجاد في نقطة مهمة جدا، يعني التقرير أكد على نقطة مهمة جدا، وهي نقطة أن الإخوان يريدون دعم حركة طالبان لعملية لنجاح النموذج الطالباني في الحكم. هذا النموذج لابد أن ينجح، يعني معلش نقطة مهمة، لو نجح يمكن يطبق في مكان أخرى. أستاذ ماهر، هل الإخوان بحاجة لطالبان أفغانستان أم أنه أفغانستان هم بحاجة للإخوان؟ كلاهما يحتاج إلى الآخر في الحقيقة، لكن طالبان تحتاج إلى الإخوان بشكل أكبر. يعني أولا طالبان غير مقبولة دوليا، يعني دول قليلة جدا التي اعترفت بوجودها، هي تبحث عن الاعتراف الدولي. الإخوان يمكن أن يوفروا هذا، يمكن أن يكونوا داعمين إعلاميا ودعائيا وعن طريق بعض الشركات لنموذج الطالباني. هذا هو يعني أعتقد الوفد ذهب ليناقش ذلك، يعني يناقش كيف تدعم أو يدعم التنظيم العالمي للإخوان نظام الحكم في طالبان. طيب. كنموذج، ولكن ما تحدث عنه التقرير، ولكن يعني يعني للاستفادة من الجزئية الأخرى أستاذ ماهر، التنظيم يعاني، يعني حتى تركيا تضطر لطرد بعض العناصر، عدم تجديد بطاقة الإقامة. ما هي الورطة التي يعني يقع بها تنظيم الإخوان عالميا؟ نعم، هناك ورطة في الحقيقة، وهم ناقشوا هذا منذ عامين تقريبا، يعني وفق مصادر لنا تحدثت على أن هناك مناقشات جرت حول أفغانستان. هل يمكن أن تكون الملاذ آمن للإخوان المسلمين؟ هل هي ملاذ آمن للاستثمارات؟ أعتقد أن عدد كبير جدا من الأفغان نفسهم ذهبوا لتركيا، عدد كبير جدا من الأفغان نفسهم تركوا البلد. هي ليست مكان آمن للاستثمار، هي ليست مكان آمن لوجود عناصر الإخوان، من ناحية أن عناصر الإخوان لو وجدت في هذا المكان يمكن أن تلتحق بالقاعدة، يمكن أن تلتحق بجماعة متشددة. نحن نعلم أن في طالبان حقاني موضوع على قائمة الإرهاب، وهناك أجنحة داخل طالبان. المكان غير مؤهل في الحقيقة. ما تريد أن تقدمه الإخوان لكابول هو كيف ينجح هذا النموذج كما ذكر التقرير، وطالبان تريد النموذج الإخوان أو تريد من الإخوان الدعم في الحقيقة. يمكن أن يقوم الإخوان في الفترة المقبلة كما تحدث التقرير وتحدثت قناتكم عن افتتاح قناة دعائية إعلامية، عن افتتاح مدارس، افتتاح خبرات بعض كبيرة المشاريع في المجال الإعلامي في الفترة المقبلة، خبرات كبيرة للإخوان في المجال الإعلامي. وهو كان أيضا يعني من الأمور التي دفعت إلى طرد تركيا لبعض الإخوانيين، الهجوم الإعلامي على بعض الدول. هل سيتراجع هذا الدور أكثر فأكثر برأيك؟ التنظيم تم أيضا إلغاؤه من أكثر من دولة. نعم. في الفترة الأخيرة، لعل آخرها تونس لربما، صححني إن كنت مخطئا. وبالتالي هناك تراجع واضح لهذا الدور، هناك لعله قرار المشهد دولي. الإخواني كيف سينتهي هذا المشهد؟ نعم، المشهد الإخواني مرتبك للغاية، المشهد الإخواني مرتبك للغاية. نحن أمام ثلاثة نماذج إخوانية موجودة في تركيا، الكماليين ومحمود حسين وحلم الجزار وصلاح عبد الحق، مجموعة أخرى مختلفين حتى هذه اللحظة، لم يتحدوا وفشلت كل المحاولات حتى هذه اللحظة رغم وجودها طوال الوقت. النموذج الإخواني مضغوط بموضوع الملاذ المؤقت لخارج وجوده خارج الدولة المصرية كدولة مركزية لهذا التنظيم. هو يبحث عن ملاذات كثيرة جدا، هو الآن يبحث في وسط
آسيا، في طاجيكستان، في أوزبكستان، في البوسنة، في أماكن نعم. متنوعة دكتور. متعددة طيب. ويوزع استثمارات. للأسف نعم. يعني الحديث دائما معك بقية، ولكن لكنه لم في المقابلة المقبلة إن شاء الله. كم أعين من القاهرة ماهر فرغل الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. مشاهدينا كل الشكر لكم للمتابعة. نهاية الساعة الثانية، إلى اللقاء.